أتوجه بسؤالي للدكتور أحمد وأرحب بك مجددا. الدكتور أحمد، كيف تعاملت إذن الرئاسة الجزائرية فيما يتعلق بالإعداد للقمة العربية، فيما يتعلق بالقضايا العربية المتشابكة الموضوعة على مائدة القمة، وربما من أبرزها السودان، وكان هو أيضا الوضع المتأزم مؤخرا؟ تحية طيبة أولا إليكم وإلى السادة ضيوف الكرام ومشاهديكم الأفاضل. في الحقيقة أولا الجزائر تعاطت مع مختلف القضايا العربية، وهي تدرك بأن المنطقة تعيش ظروف استثنائية في ظل مجموع من التحولات وفي ظل كذلك مجموع من التداعيات والانعكاسات. وحاولت الجزائر انطلاقا من القمة العربية في دورتها 31، حيث رفعت شعار قمة لم الشمل، أن تعمل على تقريب وجهات النظر وعلى كذلك لملمة الأوراق المتبعثرة من خلال مجموع من الأزمات التي تعرفها المنطقة العربية، وحافظت من خلال ذلك على مستوى وعلى نسق من الاتصالات والتواصل مع مختلف القادة العرب في إطار تقريب وجهات النظر وتبادل كذلك القراءات لمختلف التطورات، وحتى كذلك تنسيق الجهود في إطار تذليل العقبات والعمل على أن يكون هنالك تجسيد للمخرجات في إطار بحث العمل العربي المشترك. من خلال الأزمة السودانية أعطت مؤشر آخر من المؤشرات التي تعيشها المنطقة العربية، وربما هنا قد أفتح قوسين لأقول بأن السودان لطالما كانت مؤشر لنقيس من خلاله الأوضاع في المنطقة العربية. لا ننسى أن الموجة الأولى مما يسمى بالربيع العربي بين قوسين التخريب العربي، الفوضى التي عرفتها المنطقة العربية منذ 2011، كان شرارتها الأولى أو مؤشرها الأول هو من استفتاء تقسيم السودان. المؤشر الثاني الذي كان كذلك في 2019 في مجموع من التطورات والتحولات التي عرفتها المنطقة العربية، كذلك كان انطلاقا من مختلف الأحداث التي عرفتها السودان. بالتالي نحن نتكلم على موجة ثالثة أو على مؤشر ثالث لتداعيات الأزمة السودانية التي ستؤثر على استقرار المنطقة بأكملها، سواء كان منطقة شمال إفريقيا أو حتى كذلك منطقة الساحل الإفريقي، وقد تصل هذه التداعيات حتى إلى منطقة الخليج العربي. الجزائر رفعت رسالة باعتبارها أنها تتحمل رئاسة الدورة إلى الهيئة الأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد في إطار تحمل المسؤوليات، ووضعت في إطار هذه الرسالة مجموع من المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها في إطار العمل أو البحث أو التنسيق من أجل إيجاد مخرج للأزمة السودانية التي تحولت بالتدريج إلى مأزق حقيقي يؤرق وكذلك يندر بمجموع من التبعات السلبية والمعقدة على الصعيد المتوسط وحتى كذلك بعيد المدى، باعتبار أنها حددت في هذه الرسالة بأنه يجب أن يكون هناك اطلاع بروح المسؤولية في إطار العمل على إيجاد أرضية من أجل تقارب ما بين الأطراف المتصارعة في السودان من خلال الحوار وبعض عملية سياسية سريعة تجعل السودان يتجنب نفق المرحلة الانتقالية الذي قد يؤثر على استقرار السودان ومنه استقرار المنطقة. الأخرى كذلك حذرت الجزائر من تفعيل مبدأ التدخل العسكري الأجنبي الذي قد يفجر المنطقة وينشر الفوضى، باعتبار أننا نتحدث على تحدي الظاهرة الإرهابية التي تتغذى من الأزمات وتتغذى من حالة كذلك الفوضى، فتجد منها مسارات آمنة للتمدد وكذلك للانتشار. وكذلك جددت الجزائر بأن يكون هنالك الالتزام بمجموع من المبادئ. بالتالي نحن نتحدث على أن هناك جهود وتحركات واتصالات كذلك مستمرة، سواء كان على مستوى اللجان، ورأينا أن وزير الصحة الجزائري في إطار اجتماع طارئ لوزراء الصحة حيث كان في تباحث الوضع الصحي وكذلك الإنساني في السودان، ناهيك كذلك على أن قد سوف يكون هناك اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب. بالتالي نحن نتحدث على أن هناك حركية وهنالك كذلك مفهوم، وصلت الفكرة في هذا السياق.